نقابة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، رئيس الدورة الحالية، خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، صاحب الجلالة والفخامة والسمو معالي الدكتور أحمد أبو القير الأمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتوجه لكم جميعا بالتهنئة بحلول العشر الأواخر من رمضان، متضرعا إلى الباري عز وجل بأن يتقبل صيامنا ودعائنا ويلهمنا في هذه الليالي المباركة ومن هذه البقعة الطاهرة أن نحقق ما يتطلع إليه أبناء أمتنا العربية من آمال وتطلعات. كما أود أن أتقدم لأخي خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة التي تعبر عن حرص جلالته على مصالح أمتنا العربية وعلى آلية عملنا العربي المشترك لخدمة هذه المصالح. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن لقاءنا اليوم يأتي في ظروف دقيقة ومخاطر محرقة بأمن واستقرار أمتنا العربية، كما أن هذا اللقاء يعبر عن إدراك لخطورة ما نتعرض له اليوم من تصعيد وتداعيات تهدد أمننا واستقرارنا، تستوجب منا تدارس السبل الكفيلة للحفاظ على ذلك الأمن والاستقرار. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد عانت ولا زالت أمتنا العربية لسنوات عديدة أوضاعا صعبة وتراجعا حادا في حالة أمنها واستقرارها، انعكس على قدرتنا على تفعيل عملنا العربي المشترك وتعطيلا لكل مقومات التنمية والبناء لدولنا. فمسيرة السلام بالشرق الأوسط تعاني وبكل أسف جبودا لتشهد معها القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى، تراجعا على مستوى اهتمام العالم مما يدعونا إلى التأكيد على ثوابتنا في معالجتنا لهذه القضية، بأن أي حل لا بد وأن يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أن الأوضاع المأساوية في سوريا الشقيقة والصراع الدائم في اليمن واشتعال الاشتباكات في ليبيا واضطراب الأوضاع في السودان والجزائر، فضلا عن ما تواجهه من استمرار ظاهرة الإرهاب، كلها تمثل جروحا في جسد هذا الوطن. واليوم نشعر بتخوف كبير وقلق بالغ أن يضيف التصعيد الذي تواجهه منطقتنا وتداعياته الخطيرة جرحا إلى تلك الجروح، الأمر الذي يدعونا أن نعمل بكل ما نملك ونسعى لاحتواء ذلك التصعيد وأن نسهم في تغليب الحكمة والاحتكام إلى الحوار بدلا من الصدام والمواجهة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا مطالبون إذا ما نواجه من تصعيد ومخاطر محتقة بناء أن نبادر بالتواصل وبما لدى الأشقاء من علاقات بأطراف التصعيد في محاولة لإقناعهم بتقليب الحكمة واللجوء إلى الحوار والتأكيد بأن أسبابا وممارسات خاطئة وراء ذلك التصعيد. تستوجد منا المبادرة والتحرك لتصحيح مسارات خاطئة في تعامل الجانب الإيراني للأحداث والتطورات
ولمشاكل وهموم دول المنطقة. وفي الختام نتضرع إلى البارئ عز وجل أن يحفظ لدولنا أمنها ولمنطقتنا استقرارها، ويجنبنا تداعيات ما نشهد من تصعيد، متمنيا لاجتماعنا كل التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.